بدايات مخيفة، حنا توافين مرعودين من الأحكام ديال الآخر علينا. سيدنا واحد، السلام عليكم. رمي من عاوتاني خرجت لينا بفيديو جديد، خليكم معنا نسمعوا شنو قالت ثنائي كرون. سمع الراس صغيرة قبل أنك تكون تلميذ، دائما تلميذ قبل أنك تبدأ صغير، وقبل تعلم قبل تغلط، تمتع بالحرية في الفشل وتعلم من الدروس، ودائما تساءل وسائل. حنا تنكونوا شوية خوافين، تنخافوا من الفشل، تنخافوا من الخطأ، من الأحكام ديال الآخر علينا وعلى المظهر ديالنا، وحنا يطلع بديين مرعودين، تنعرقوا وتنشفوا ونتمتموا فاش تنبغوا نسولوا على شي حاجة ما عارفينهاش. علاش؟ حيت تنخافوا نبانوا جاهلين ويحقرونا الناس، تنخافوا نبانوا صغار وبدون قيمة في البدايات. البدايات مخيفة. مابقيتش عاقلة شكون اللي قال فواحد العبارة زوينة، قال تغيير صعب ومخيف في البداية، فوضوي في المنتصف ورائع في النهاية. وكيف العادة خلونا آراءكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع، وتابعونا على قناتكم قناة ميكرو مغربي.